اولا سعداء اننا نحضروا هذا الافتتاح الرائع والجميل اللي افتتحوا السيد الرئيس عز اخنوش رئيس الحكومه ورئيس مجلس جماعه اكادير معية السيد الوالي وواحد مجموعه المسؤولين. سعداء لان هذا المشروع كانت كتحتاجه مدينه اكادير الكبير، حشومه ان منطقه بحال اكادير المدينه السياحيه الثانيه في المغرب ما يكونش فيها اكوا بارك بهذا الحجم هذا اللي كيحتضن تقريبا كيهز 3000 ديال الناس في نفس الوقت، اللي فيه مجموعه ديال لي زاتراكسيون، مجموعه ديال الالعاب، اماكن الترفيه للشباب وللاطفال للنساء. ايضا هذا الفضاء هذا هو غير الشطر الاول، ان شاء الله وغتكون الشطر الثاني غيكون فيه التكميله ديالو اللي غيتبعوا ايضا دوك الطائرات، جوج طائرات اللي غادي تكون مفتوحه لا ريستوراسيون ان شاء الله بعد رمضان المقبل. والجميل ان هذا المشروع كيخدموا فيه ولاد اكادير، بنات اكادير، ازياد. دابا في هذه اللحظه 170 شاب وشابه، من هنا ان شاء الله لبدايه الصيف 210 ديال الشباب. وبالتالي ماشي فقط انه كنعاونوا الجاذبيه ديال اكادير، وملي يجي الانسان الاكادير يقول راه كاين ما يتشاف اكادير من غير البحر وسوق الحد. اليوم الحمد لله كاين قلعه اكادير وفلا، كاين التليفيريك، كاين البارك اكواتيك، كاين بزاف ديال لي زاتراكسيون اللي غتساهم ترجع لاكادير الجاذبيه ديالها اللي مشات ليها. اليوم فرحانين كابناء اكادير جميعا، اعتقد انتم كصحفيين كساكنه كمسؤولين كمنتخبين، ان هذا المشروع يشجع ايضا المستثمرين يديروا مشاريع ديال الترفيه، لان الناس ملي كيجيو للصيف وكيجيو لاكادير باغيين الترفيه، وحنا الحمد لله جاوبنا عليه، وباذن الله جايه مشاريع اخرى اللي غتعزز العرض السياحي لمدينه اكادير. علاقه بالعرض الاثمنه، بالنسبه للاثمنه دابا 180 درهم بالنسبه للكبار و 140 درهم بالنسبه للصغار، واعتقد هذا اقل ثمن في شي اكوا بارك في المغرب، رغم ان هذا اكوا بارك اللي فيه لي زاتراكسيون نوفيل جينيراسيون ديال هذا العام، بمعنى احدث ما هو موجود اليوم في العالم هو موجود عندنا في اكادير. ورغم ذلك الاداره السي الحاج عزيز والشركاء ديالو قرروا ان الثمن يكون 180 درهم و 140 درهم لفائده الساكنه ديال اكادير الكبير والزوار ديالنا. الله باذن الله كاينه اون اوبسيون، انسان ممكن يجي ويركب التليفيريك ويجي حتى للمحطه هذيك ديال اكادير وفلا القلعه، وغيلقى واحد لا نافيت كتجيبو لعين مكان، وملي كيسالي ثاني كترضو وكينزل ثاني في التليفيريك، بمعنى كيدير جوج حوايج ولا ثلاثه، التليفيريك، قصبه اكادير وفلا والواتر بارك.